نظمت ميليشيات البسيج مظاهرة خارج السفارة البريطانية في طهران للمطالبة بإغلاقها. تأتي مسيرة ميليشيات البسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني في عقاب احتجاز السفير البريطاني لدى إيران لفترة وجيزة خلال احتجاجات خرجت بعد اعتراف الجيش الإيراني بإسقاط طائرة ركاب في إيران بطريق الخطأ. كشفت مصادر فرانس بريس أن الميليشيات أحرقت العلم البريطاني أمام السفارة. هذا وتجمع عشرات المحتجين مجددا خارج جامعة في طهران مرددين هتافات مناهضة للسلطات، حيث ثارت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي في عقاب إقرار الجيش بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ بعدما ظل لأيام ينفي مسؤوليته عن الحادثة. وهدد الحرس الثوري المحتجين ردا على الموجة الجديدة من الاحتجاجات، ووصف المتظاهرين بالتبعية لأمريكا وإسرائيل. من بروكسل تنضم إلينا عبر الهاتف الكاتبة السياسية منى السلاوي. سيدة منى، مساء الخير، أهلا بك معنا في قناة الإخبارية. إلى أي مدى الآن الضغوط زادت أكثر وأكثر على النظام الإيراني سيدة منى في عقاب يعني الأحداث الأخيرة، وتحديدا إسقاط الطائرة الأوكرانية، ليس فقط من أوكرانيا ومن المجتمع الدولي ولكن حتى من الداخل الإيراني؟ تحياتي لك وللمشاهدين. بالفعل الآن يعني ضغوطات داخلية وخارجية بأكثر من جهة. يعني مبدئيا النظام الإيراني حاول أن يعيد رسم هيبته في المنطقة من خلال عملية والهجوم على مقرات أمريكية، ولكن هذا الهجوم كان له ردة فعل سلبي جدا، حيث فينا نقول تم تغطيتها بسبب الخطأ العسكري اللي صار بضرب الطائرة الأوكرانية. كما أنه قبل هذا الحدث حاولوا أن يبينوا أن هناك تعاطف شعبي مع قاسم سليماني، وأنه بالفعل الشعب الإيراني هضم كذبة أنه كان بطل محاربة داعش في حال هو كان إنسان سبب في فتن طائفية في المنطقة. على رقم كل هذه الدعايات والبروباغندا، نرى بعد يوم من هذه المحاولات الحكومية كيف الآن في موجة من الاحتجاجات مرة أخرى في شوارع طهران. والجميل أحد الشعارات التي رفعت في طهران أن أيها الحرس أنت داعشنا، يعني كذبة التي حاولت إيران ممكن نقول أن تطعم شعب الإيراني أنهم يحاربون داعش. فينا نقول قلب الساحر على الساحر، والآن الشعب الإيراني يقول أنتم من داعش الذين تتحكمون في حياتنا، ونحن لا يهمنا هذه الأكاذيب التي تحاولون أن تقدموها لنا بأنكم تريدون حفاظ على أمننا. حيث النظام الإيراني دائما يقول أن الشعب الإيراني يعيش في أمان، لولا قاسم سليماني لكان داعش داخل حدودنا، ولكن الآن الشعب الإيراني ما يزعجه أكثر كذب النظام الإيراني أربعة أيام، لأنهم كانوا يعرفون من أول يوم أن صواريخهم المضادة أرض جو كانت سبب إسقاط هذه الطائرة. وممكن لولا جنسية الأجنبية لمعظم الركاب اللي كانوا إيرانيين كنديين أو إيرانيين سعوديين، لما كانت نظام الإيراني ردت على تحقيق ما حصلت حوادث يعني سابقة، والنظام الإيراني طمست الحقيقة. طيب سيدة منى، يعني تهديد الحرس الثوري للمحتجين إلى أي مدى هو يزيد النقمة على النظام الإيراني، على الحرس الثوري الذي يعني ذكرته قبل قليل أنه يعني هتافات المحتجين يعني وكان وصفت هذا الحرس الثوري بالحرس الداعشي؟ تماما، كما جريدة لو فيغارو كتبت قبل يوم أنه إيران هي داعش التي نجحت، يعني هي إيديولوجية المتطرفة التي نجحت في تأسيس دولة مع الأسف. نعم. والمجتمع الدولي مستعدة تتعامل معه. يعني ممكن إذا أبو بكر بغدادي كان لديه محل يحكمه كما يحكم خامنئي إيران، كانوا لقدموا له كرسي في أمم المتحدة كما يقدمون لمندوب النظام الإيراني كرسي في أمم المتحدة لينشر بروباغندا الإيرانية. بالفعل الآن الشعب الإيراني ناقم على حكومته. ممكن سابقا كان المحتجين في الشارع طبقة متوسطة، من ثم شاهدنا الطبقة المضطهدة الفقيرة، الآن نرى بالفعل يعني انتشرت موجة الاحتجاجات بين الطلاب وبين العمال وبين الطبقة المتوسطة وبين الطبقة الفقيرة في إيران. يعني بالفعل الآن إيران أمام نعم تحدي كبير، بالأخص اقتصاديا بعد حتى انهيار هذه الطائرة
سيكون حظر مزيد من الحظر الاقتصادي على النظام الإيراني.